اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة بحذية اليوم في فيديو جديد ومرحبا بكم الناس الكل. البارح كنت أتذكر وقتكم راني عملت إضراب ولا خديت فترة راحة ما عملت فيه حتى شيء، صدقوني نهارتها ساحة هيك جددت الطاقة متاعي وكل شيء، أما قعد ضميري أنف فيا كي جيت نرقد. محلى الاحساس كي حتى وكان انه فما تعب في الدار وانك تعبه في دارك مع صغارك مع المسؤوليه اللي عندك وكل شيء، اما راهو كل شيء يتعدى، الواحد كي يحط راسه على مخده تعب الكل تنسي. والله ضميري قعد يأنب فيا، قمت لهم الصباح وحضرت لهم فطور الصباح كيما يحبوه، خاطر عندي قديش قلت لكم سالم وانس شاهينك الجاتور ولي، فزيت ديريكت حضرته لهم. بالنسبة للجاتور راني هذايا عملته معاكم تاع الـ5 ملاعق، خديت 5 بيضات عليهم 5 مغارف فرينة عليهم 5 مغارف زيت عليهم 5 مغارف سكر. اسمعوا يا جماعة كل 25 يوم في الفيديو هذايا تخمس علينا. هاني قلت حاشيكم خاطر اني راني ما نخرجش بها ما نقولهاش، انا فما برشا ناس باش يحكموني بالغلط الحصير وربي تسترنا منهم وكاهو. هذه الجاتو متاع 5 ملاعق، معناها كل حاجة منها 5. حطيت العظم والسكر وباكو سكر فانيليا ركضتهم مليح وكاكيت بدلكم اني المكونات، ومن بعد كملت زدت لها الزيت والفرينة. الفرينة تحاولوا انكم تغرب لها، والخميرة حطيت لها مغرفة كبيرة خميرة كبيرة مرطبات. تنجموا في الجاتو هذه تنجموا تعملوا معناها في عوض الخميرة تنجموا تستعملوا جيلك، يعني انتم وشنو تحبوا، ما ديما يقول لك الجيلك هو حاجة مش باهية كل شيء، اما تنجموا تعوضوا بيه كانوا متوفر عندكم. جيلك يخلي الجاتو طري ويخليه يعني هو كمحسن يحسن لكم الكيك، فما شكون يحب يستعمله فما شكون يقول لك مضر. اللي يراه انه مضر ينجم يركض العظم مليح 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 كيما عملته اني، حتى لين يولي كيما يتضاعف حجمه ويولي لونه مستبيض. من بعد نكمل نزيد له الفرينه وبقيه المكونات. كان باش نحطو جيلك نحطو المكونات الكل مع بعضها، ريت المكونات اللي انا حملتها الكل نحيو منها الخميره وتحطو جيلك، خاطر فما شكون ناس تقولك نخدم عادي بجيلك ما يقلقش، وفما شكون يقولك فما يعني الصحي وفما اللي مش صحي حاسيلو كل واحد وكيفاش. يعني انا قلت لكم ما طريقتي كهو. بعد ما كملت ركضت مرة فيسع فيسع والله دوبة، معناها بال يعني نركض ركضان العظم وبعد تكمل تضيف المكونات الاخرين وكهو. وخديت طبق حطيت فيه الورق الزبدة وحطيت فيه لاني والله مش قاعده نشوف الفيديو شنو اللي قاعد يمشي شنو اللي مش قاعد يمشي فيه. كيما قلت لكم عندي راني مشكله كي نصور بالكاميرا هذه، راني عندي مشكله مانيش عارفه في الفيديو فاش قاعده نعمل فيه، والله قاعده نحكي وكهو. فحطيت البلاتو في الفور، خليته في الفور يمكن ما بين 7 دقائق ل8 دقائق ما اكثرش، في صافي صاريته رهيفة على الاخر. اني حاجه بركه ما جاتنيش باهيه فيها، علاش؟ على خاطر الفور هيك مصلوب شويه، جاتني بارتي طالعه بالباهي وبارتي كجويده على الاخر، حتى بعد في المنظر اعطيه الفرق. مش كيما تبدا العجينه فرد مستوى تجيكم كعبه الكيك بعد كي ترولي وها تجيكم مزيانه وقد قد، اما اني جاتني بلاصه عاليه وبلاصه واطيه وكله من الفور خاطر جي مصلوب شويه ما فقتش بيه. حاصل مش مشكل، المهم بنينه. وباش بعد ما تطيب هي باش نعمل لها حشو بالمعجون نتاع الفريز اللي عملته معاكم في الفيديوهات في فيديو سابق، يمكن يعني عنده 3 ايام هكاك. للي ما شافش الفيديو يدخل يشوف القناه في الفيديوهات، لاني عملت المعجون في الدار وكهول هنيك باش نحضر توا لوازم فطور الصباح ونهز نفطرو. تعرفوا والله العظيم قدش يعني الواحد قدش مره تجي هيك فتره انه يقلق ويفد من الروتين هذايا ويقول لك تعب وكل شيء، اما شوفوا تفز الصباح اول حاجه حط شويه قران في الدار، اعمل حاجه انت تحبها، كان منعرفش مكياج كانك تحب تعمل مكياج لبسه ترتاح فيها في الدار، تعمل مشطة متاع شعر ترتاح فيها زادة في الدار مع الطقس هذايا، تعمل كاس مي كاس قهوة اللي هو. وبالطبيعة نستعوضوا من الشيطان وندخلوا على القضية، خاطر المرأة هي راهو والله سياسة الدار. إذا هي خذت مهلة وإلا شدت الفرش وقالت أنا ما يهمني في حتى شيء خليني نرتح مخي وكهو
والله العظيم مداها الكل تتهز والصغار يضيعوا وكل شيء يضيع. لازم كل يوم بتحق كهون، يعني كل شيء تو يتعدى وكل شيء يفوت. وعرفتوا كل شيء سهل كي تبدأ كل يوم، معناه قضيتك كل يوم وشور دارك كل يوم. والله العظيم كل شيء سهل، نهار اللي ترتاح فيه يرجع لك من بعد دوبل. والله يعني شوفوا، امس قلت لكم راني ما عملت حتى شيء، كيف زيت الصباح صارت لي نمسح وننظف ونعمل ونعمل ونعمل، فك الشيء اللي امس ما عملتوش. وكما شفتوا حتى في دخلة الكوجينة زادة نحب نعمل لهم حاجة، انه امس ما عملت حتى شيء، اليوم لازمني نحضر لهم. حضرت فطور الصباح وحضرت فطور النصف النهار، اما انا مش نفطره. عملت صوص بتاع مكرونة و خاطرها سهلة، عملتها فيسا فيسا، ومن بعد خبشينا للبحر فيسا زيدا. والله الخرجة جت على غفلة، قاعدة نقري في سالم هكا، قال لي ما هاي نمشي للبحر، ما نعرفش كيفاش. قلت له هيا نمشيو، وليت كلمت ما ونادين ولينا مشينا. عرفت كل ما زلت حتى ما فطرتش، خليت الصوص متاع المكرونة باش نكمل بعد نرميلها الحوت وكاو ما كملت هزت. كما قلت لكم يعني حاولوا انكم الصباح تفيقوا بكل طاقة إيجابية، مع تحاولوا انكم تنحيوا كل الحاجات السلبية جملة. انك انت لازمك ترتاح، انك انت عندك حياتك ولازمك تعيشها، انه انت مش ملزم عليك حد انك تقوم بالدار ولا بالصغار ولا بالتطيب والماكلة والحاجات اللي قاعدة تتعاود كل يوم وكل يوم. نحي الفكرة هذيك، وكما قلت لك حط شوية قرآن واعمل حاجة تحبها انت، هيك سويعة من وقتك مص في الصباح اعمل حاجة تحبها انت، ومن بعد ادخل على الدار. والله فيسع فيسع مع شوية استغفار وكل شيء، والله تلقى روحك كملت كل شيء وما يتعبك حتى شيء. كما قلت لكم راو النهار اللي ترتاح فيه راك تعوضه من غدوة ثاني ومثلث. يعني راهو قاعدة نحكي هيك مش ننصح فيكم، والله ننصح في روحي، خاطر ساعات تجيني كل فترة كيما تجيني الفترة هذيك، وهاني نقادي روحي باش زادة نجدد طاقتي حطيني ونحب الحكاية هذه بكلي، انك تكون امري حاجة مش سهلة جملة. اما لازمنا كهو نضحي ونعطيه شوية من وقتنا للصغار وللدار. كما قلت لك انت دارك تردها جنة، كما تنجم تردها يعني الواحد ما ينجمش حتى يقعد فيها حتى درج. كهو ان شاء الله يا ربي يخلي لكم صغيراتكم، وان شاء الله ربي يهنيكم الناس الكل. خاطر شفت برشا في التعليقات حتى اني كيفي كسيري تجيني ساعات فترة اني نفد ونقلق وكل، قعدت نضحك على الكومنتات. والله نفس الكلام ونفس ربتم محلى كلامكم، والله ساعات تقني نقرا في الكومنتات ونضحك. انا اتذكر واحدة قالت لي حتى وكان ما عندكش الحق اني اقول لك عندك الحق. يعني ارتاح ارتاح ارتاح، لازمنا راحة الناس الكل. ان شاء الله ربي يعين الناس الكل، نسي الكل، ربي يعيننا على الوقفة وعلى الجهد وعلى المجهود اللي نعطيه فيه للدار، كان عندك صغار وإلا لأخواتك والأمك وبوك. ان شاء الله ربي يعيننا الناس الكل. كما شفتوا لهنيك بعد ما خرجت الجاتو، تعرفوا مخي مش فوقي جملة، حطيت نورمالمون نحط منديلة مبلولة ونروليك الكيك ولا الجاتو نروليها باش ما تتقسمش. اما اني نسيتها، شوفوا بالرغم من اني حطيت المنديلة، راني حطيتها المنديلة المبلولة ومن بعد نحيتها وروليتها. اما انتم لازم تحطوا الكيك في تحطوا فوق المنديلة من فوق من اللوطة، معناها تطويوها، تحاولوا وتعملها مبلولة وتطويوا الكيك، من بعد تنحيوا المنديلة وتحطوا المعجون وتحطها كيك تجيكم باهية وما تتكسرش كعبة الجاتو. اكاو باش نكمل، اني نحط لها المعجون متاع الفريز، نجموا تعملوا شوكولاتة، نجموا تعملوا اي حاجة انتم تحبها، وزينتها بالكريم كما شفتوا، كملت حطيت فيها فريز باش تظهر ان هي بالفريز. وكهو كان هذا فطورنا الصباح متاع اليوم. كما قلت لكم باش نخرج ونهز الصغار للبحر، كيك جات ماشية على غفلة، عيشوا معانا الأجواء. لقينا أكاهو كملت حطيت زينة متاع الجاتو، كيما قلت لكم تنجموا تعملوها بأي حاجة انتم تحبوها بأي نكهة وكل. ريتو الجاتو كيفاش ظاهرة، انه هي ما هي شكل مستوية كيما قلت لكم، خاطر الجاتو جاني واحدة طالعة واحدة هابطة، هذاك علاش جات من شكل مستوية المدورة.
هكا باش نكمل توا نحضر الطبق نتاع الفطور وباش نهز ندخلو. كل مرة نفطروا في بلاصة، مرة بيت فطور مرة بيت قعد، كل مرة شنو يظهر لنا. هكا باش نهز الطبق. ميت حصت الفطور، حضرت سندويتشات ماشي للبحر، اكيد اكيد راهو كسندويتشات عارفوا لي احنا ماشي للبحر. الحقيقه ما نحبوش نهزوا حاجه اخرى، خاطر عرفتوا هذيا خفافي في سعفيسه، ما نحبش نشري لهم حتى شيء من برا. عملت لهم خبز قمح بالهريسه وتن وسلطه وكل شيء، باش نحطهم تو في الساك ونمشوا للبحر. نهز صغار اول مره باش نهزهم شوف انا باش يهزك اش تسكرهبتك البحر مش كرهبه، والله لاني عارفه البحر يعوم ولا ما يعومش، ما عندي حتى فكره كان فما عبيد يعوموا وكل شيء حاسيلو. اما لازم صراحه خاصه انس لازم يمشي البحر، خاطره متقلق على الاخر. ان شاء الله تقاديه شويه تفرهدوا شويه ونعم وباش نعبيهم شويه مي بحر معناه في الدبابس باش يقعدوا نعملهم بيهم. هكا هو حسي الهي نمشي وان شاء الله ان شاء الله نجم ونعوموهم نعاش الدنيا تحسها ريحة شوية، على الاقل نعملهم شوية بالمي حتى على الشط. وصلنا احنا ساي لهني هيك تو بحذا البحر لهني هيك هو محلى شو لهني هيك من احنا هبطنا تو يعني خويا جي كل محلى هو لهني تقش عليها. عز سالم هز الفاليز اللي رانا شادين الفاليز، تقول دراج نو هزين واني بالعاني جبت الفاليز باش نعبي فيها الميل الصغار. جايب هذيك الكل باش نعبي فيها المي. تصور قش علينا في الغربه بلا نقعد نكركر في سيكان وكل شيء، يعني هيك خير نولي هذيك نهز فيها ديما. ما يكتب هناك هكا وانا عنديش نسافر يعني. تصور في بيت خديجه هاني هيك خير حط فيها كل شيء. انا خارجه على دبش سالم. سالم اول مره شي يعوم، تذكروا سالم وقت هزيناه المهديه عمل فضيحه باش يعوم. شوفوا توا سالم والبحر عاد شوفوا محلى البحر في لونه كي عرفت اني نموت عليك بدا لونه فاتح هكا. حبوا شفت ديريكت نحي صباتك انا السي نحي صبابتكم صحيتوا. هاي هاي نمشي وي يهبل والله يهبل محلى زيد شويه تو يتهلك والله تو قالوا فما برشا حريقه ولا نعرف كيفاش. شنو خايف من المياه؟ خايف شي انس ليه لازم كانس عاد ندخل البحر. شوفوا محلى البحر واحد يتفحص تحس محلى لكم عبيبي محلى عندك مشوار ولا حكايه يا صاحبي زعما مش اما رد بيكم بتدخلوش برشا. هاي يا سي ريا نعمل الباراسوت هكا هو انا السيد يلعب بالرمل وما يعومش ما تعب في العفرة ويرجع فيها. هو قعدنا تو باش ندخلنا لحد الشيء لبسنا متركوات سلتي ديكي
هذه قهوة متاع شنو؟ نسكافيه حقا ما قلتش نعمل نسكافيه. اقعد عاد بالك تقاديها. اقعد غادي اقعد غادي اقعد. كمل كول ومشي انعو ما يفيس على كمل كولة. تخش علينا شنو نبيعوهم؟ انتم ما فطرتوا؟ احنا فطرنا. خاطر فزيت المخرة مثلا مقدتو وكل شيء نصيرو نفطرها نصف منها عملتهم اليوم هذا ما ماما ياك الفضل ما نجيب احلاهم ما وليت في السلاتين طايح دي هي البحر مش كيما بكري غادي نلعبوا برمل فاضي بشو يعملوا بالمنعام شوفوا كل حاله شوفوا كل حال ليه العب ليش عدى في البحر لابس شي قميص فكرنا مشي البحر بس غادي يحفروا في الواحد وكهو نادين دخلت زعما كان نعمل سبور حتى احنا على الشط كان نتمشي حتى احنا على الشط جيبوا حتى البحر وما طيب الليل ما يقبل جيب الطيب الليل كانون كانون في البحر كانون في البحر وش بل جيوا نسكنوا في جيتو ولا هي هيك حسرة بل وهي صغيرة نقعدوا لا قبل قديش نقعدوا احنا نروحوا تلقانا حالة بالمرض خمسة يوم احنا في البحر ساكنين روحوا تلقانا روحوا مرضى ولا روحوا مرضى روحوا صارتي خاطر نفرض على كم نفرضوا الصحة أكل حتى شهر قريب دي والله العظيم نفرضها قريب حس مقبل لنا في الشهر غاديك نعملوا جيرين وحومة كله فما حانوت وجيتون تقابل في الحانوت سبحان الله والله نزيدوا شوية ونروحوا حاسة برد والله دي كلمة قهوة ما قهوة نسكافيه في الترموز هي تبدا المرة دي من عندي قدام نستعمل في نسكافيه المرة دي جد جد شكوري وما عجبتنيش كي تتعود على نسكافيه ما تدعون لك الاخرين العز ما استفدت في 19 اغلى اغلى اما المستفد لا وهي المحلة قعدت البحر تكفي معناها والله قعدت البحر سجل ديرك شوفوا 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 ما مش عادة تقول ليه هي في التليفون ربي أغزروس ولاو أكثر منا بالتليفون أحنا البنات شوفوا ما عندناش لنا شادين تليفون لحدا شي يشوفوا هما شو كل واحدة بالتليفون الوري الذهن وري الذهن ما تتعلم ما تعلمش تتعلم في الميسنجر اني ونادي نفسي حابة ليش لعنة أنا عرفت شاكنا وكيف تعلم لا وما يدي شادة تليفون
والله العظيم نسيت تغرب التليفون اكثر منك. قبل ما تبدا شديد التليفون بلا باش تعرف التليفون سايبوا التليفون سوا لو شديد اكثر منك. بحذا يا اسماء سونيا اللي بحذا ما تعلم فيها في الميسنجر وقعونا في البحر والله من بكري واحنا قلقين وحدنا جو نسكن يسكنوا بحذا بحذا عندك فيسبوك عملوا فيسبوك يا ناري ليكم ليكم انا بايت انا تعلم فيه في الميسنجر ما عنديش فيسبوك خاطري ايه انت عندك فيسبوك ما عندكش خاطري ما عنديش تعمي ما تعرفش مذاكره ولا اولادها ما عرفوش يعملوا ايه يعملوا لها يعلمها وش هذا معلمها تعمي شو تعلم فيسبوك والله يضحك والله انا علمه انا علمه استاذ انا علمه انا علمه انا مش معلمه انا علمه كاري دلنا على السلامه عليك لا تمشي لا تعلمها علمها اولادها كل شيء اسمعي علم شو نعرف نعرف نعمل حفله بالله عليك نور بنت عمي هاي تنعمل على الفيسبوك ماني مش خاطر انا على اليوتيوب اكو ما ادري قال لك نقطة دم غير من صح ايه نتحيح بتاع بنت عمنا بيجي ويجبدني الدم يجبدني الريحة 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 تلقاها في الحرة تلقاها تلقيتها في السوق زاد وقتها تلقاها في السوق تلقاها في السوق تلقاها اكيد تشجعوا نحن اكيد ونكون كنا في سوسه والله هو من الدورة من كم مرة كنا نديروا ان شاء الله شوفوا الفرق شوفوا الفرق ما بين حطوسي انا حطوسي اضاي كان دراك حطوسي عندي شوفوا بالله شوفوا الفرق محليه تخدم فيه اسمه ان شاء الله نمشي مره والله كان في بالي راني ويهبلوا اللي تعمل فيها في بالي راني جاي والله انت تمام علي قولي لك وحدك الله يبارك ما خذ الربي شو الفرق والله ربي عينك واسمه زاد تقرا في الخياطه تو مره نمشي محليه قلت لها عندي برشه شو اللي جاي نحب نحط فيها تو مره نمشي الكل يخرجوا ونروحوا هيك كان نهارنا لليوم ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم واستناوني في برشا فيديوهات رحتوا كل توا جو صيف وحر وكل شيء الواحد ديما يمشي ويخرج نحبكم برشا وان شاء الله فيديو اليوم عجبكم وبالسلامه.